السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. ايها المتابعون الكرام، ايتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل جديد بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من التعليم المتوسط في درس الفعل المعتل وأنواعه. طبعا الفعل المعتل هو درس في الحقيقة سهل للغاية، ولكنه يحتاج إلى شيء من التركيز. إذن ما هو الفعل المعتل؟ الفعل المعتل ببساطة هو كل فعل أحد حروفه الأصلية، وضعوا أكثر من خط تحت الأصلية، أحد حروفه الأصلية حرف علة، مثل وجد وبات ويمشي. لاحظ وجد ابتدأ بحرف الواو، وبات حرف وسطه ألف، ويمشي حرف الأول والأخير حرف علة وهو الياء. إذن هذه الحروف الثلاثة وهي الواو والألف والياء، إذا وجدت في أحد الحروف في أحد الأفعال فذلك الفعل يسمى فعلا معتلا، ولكل فعل معتل اسمه. عندما نقول حروفه الأصلية، لاحظ هذا المثال، لو قلنا مثلا سمعوا، هذا الفعل ينتهي بالواو، هل هذا الفعل فعل معتل؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الواو ليست أصلية، هذه الواو واو الجماعة، أصل الفعل سمع. دائما عندما نريد أن نعرف هذا الفعل معتل أو صحيح نرجعه إلى الماضي، فنقول مثلا سمعوا أصلها سمع، إذن فسمع ليس فيه حرف علة، وبالتالي فسمع وسمعوا هي أفعال صحيحة وليست معتلة. يجب أن نركز جيدا حول قضية حروف الأصلية فيها حرف علة. طيب إذن عكس ذلك هو الفعل الصحيح، كل فعل خلت حروفه من حروف علة، من أي حرف من حروف العلة، مثل سمع وكتب وحمد. فسمع ليس فيها ألف ولا واو ولا ياء، طبعا الألف الممدودة أو الألف المقصورة، إذا خلت حروفه من حروف العلة. الأمر نفسه بالنسبة للفعل كتب وحمد، ليس فيها ولا حرف واحد من حروف العلة الثلاث. هذه الحروف الثلاث تجمع في كلمة أوى. إذا حروف العلة هي الألف والواو والياء، الألف المقصورة أو الممدودة. لاحظ معي هذه الأمثلة، وجد الفلاح في أرضه خيرا كثيرا. إذا وجد ابتدأت بحرف علة وهو الواو هنا، فهذا النوع من أفعال العلة الذي يبدأ بحرف علة يكون حرفه الأول حرف علة يسمى فعلا مثالا. إذن هذا فعل معتل مثال. المثال الثاني، باع التاجر بضاعته. باع، تلاحظون أن في وسطها أو أن حرفها الثاني أو في جوفها كما يقولون حرف علة وهو الألف، فهذا إذن بما أن هذا الحرف في جوف الفعل فيسمى فعلا أجوفا، فعلا معتلا لكن نوعه أجوف. إذن إذا كان في بداية الكلام فهو فعل معتل مثال، إذا كان في وسط الكلام تقريبا في الحرف الثاني من الفعل فهو فعل معتل أجوف. هذا المثال، سعى الإمام في الصلح بين المتخاصمين، فسعى انتهت بحرف علة، إذن في نهاية الفعل يوجد حرف علة وهو الألف المقصورة، إذن هو هذا الفعل نسميه فعلا معتلا ناقصا لأنه انتهى بحرف علة. نكمل مع بقية الأمثلة. روى البخاري رضي الله عنه أحاديث نبوية كثيرة. البخاري هو الذي جمع الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 250 سنة أو يعني تزيد قليلا، فجمع كل الأحاديث وهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم. إذن روى بمعنى أخبر وجمع، روى البخاري أحاديث نبوية كثيرة. تلاحظون الفعل روى فيه حرفي علة وهو الواو والياء، هذين الفعلين مترابطين مقترنين وليس بينهما حرف صحيح. هذا النوع من الأفعال المعتلة نسميه اللفيفة المقرون، نسميه اللفيفة المقرون. لماذا كلمة مقرون؟ مقرون لأن الحرفين مقترنين أي مرتبطين وليس بينهما حرف صحيح.
لاحظ المثال الأخير، وقى الله الناس شر الفقر. آمين. وقى الله الناس شر الفقر. إذن وقى، تلاحظ أن فيه حرفي علة، فهو في بداية الحرف يوجد واو، إذن فهو مثال نقول، وفي نهايته حرف علة. هل نقول مثال ناقص؟ أبدا، بل نقول لفيف مفروق. لاحظ جيدا، نعم لفيف مفروق. إذا كان الفعل روى قبل قليل سميناه لفيفا مقرون بسبب اقتران الحرفين، فهذا الفعل وقع نسميه لفيف لكنه مفروق. طبعا التسمية واضحة لأن الحرفين متفرقين وليس مقرونين أو مرتبطين. إذا كان الفعل في حرفين مقترنين مرتبطين كان لفيفا مقرونا مترابطا، وإذا كان الحرفين في الفعل غير مقترنين متفرقين، الأول في البداية والثاني في النهاية، فنسميه فعلا معتلا لفيفا مفروقا. إذا مع هذا الاستنتاج الذي جعلته على هذا الشكل وليس في استنتاج يعني عادي أو على الطريقة المعتادة، إذا المثال أو النوع الأول من الأفعال المعتلة، المثال ما كان حرفه الأول حرف علة مثل واسعة ويبسة. الثاني الأجوف، الفعل المعتل الأجوف، ما كان حرفه الثاني يعني وسطه جوفه حرف علة مثل قال وباع. إذن قال الألف في الوسط حرف علة، وباع الألف في الوسط حرفه علة. الثالث الفعل الناقص، ما كان حرفه الأخير حرف علة مثل رمى وسعى ودعا. تلاحظون أن الحروف الأخيرة هي حروف علة، وبالتالي في هذا الفعل ناقص. اللفيف المقرون، ما اجتمع فيه حرفا علة اقترنا ارتبطا ليس بينهما حرف صحيح مثل شوى وروى ولوى. فشوى حرفيها الأخيرين مقترنين مرتبطين حرفا علة وليس بينهما حرف صحيح، والأمر نفسه بالنسبة لروى ولوى. إذن مع آخر نوع من الأفعال المعتلة هو الفعل اللفيف المفروق، اجتمع فيه حرفا علة بينهما حرف آخر صحيح مثل وعى ووقى. فوعى بين حرفي العلة الواو والألف حرف العين، وبين الحرفين الواو والألف المقصورة في وقى حرف ألقى. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. إذا كان هناك سؤال أو استفسار أو تعليق على الدرس أو نوعية طرحه ونوعية عرضه بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية أو كل التلاميذ المتوسطة والابتدائي، سنشرع إن شاء الله تعالى في بث فيديوهات خاصة بتلاميذ الثانوية. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.